السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا وعدتكم اليوم الصبح يوم نزلت لكم الواجبات، حلو النموذجية طبعا، انه راح انزل لكم محاضرة مصورة لتوضيح الواجبات. طبعا راح انزل بالجروب، اكو قبل ما اوضح لكم اياها اكو بعض الصور نزلتها. طبعا نزلتها الى قسم هندسة الحاسبات بعد ما منزلها الى قسم هندسة الاتصالات، يعني كل الأحوال أنا راح أشرحها ضمن هذا الفيديو، فيا ريت تكون واضحة للجميع. أول شغلة، هاي الصورة هي تمثل تحليل الحدود، يعني خاف تحتاجوها في مكان معين، إنه هذا إنه إكس زائد واي، إنه التربيع إيش راح نسوي؟ في الربع الأول زائد الثاني في الأول في الثاني زائد المربع الثاني، إذا ناقص مجرد تغير هاي الإشارة، إنه الربع الأول ناقص 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني، التكعيب إلى ما لا نهاية. الصورة اللي بعدها هي بحالة الفرق مربعين، تمام؟ هنا يسموها فرق يعني ناقص، وهنا فرق مربعين، فناخذ قوسين نحط اكس وواي، اكس وواي مرة ناقص مرة زائد. مكعبين في نفس الحالة، ناخذ أول قوس نحط اكس ناقص واي، بعدين الأول تربيع زائد الأول في الثاني زائد الثاني تربيع، وهكذا. أوكي شباب، هاي أول شغلات مهمة. الساين تربيع طبعا الموضحة المتطابقة هاي شلون يحولها، مجرد نزلت لكم اياها مختصر. عندكم السينش والكوش، يعني نقدر نعوض عليه بهاي الطريقة، نقدر نقول يابا هو هذا على النص، النص نطلع على المشترك اكسبوننشال الاكس ناقص اكسبوننشال الماينس اكس، بدل الاكس نفرضها تي، هم ما عندنا مشكلة. اوكي شباب انتبهوا عليه، يعني السينش ممكن نعوضه بهالطريقة وما عندنا اي مشاكل. هاي بعض الصور الساين مشتقاتها كوساين، كوساين مشتقاتها سالب ساين، يعني تذكيرية، السينش مشتقاتها الكوش والكوش هو السينش، معاكس فقط بغض النظر عن الإشارة. هنا بس مجرد انه المشتقة الأولى يعني دي للمشتقة الأولى بالنسبة لإكس راح تصير المشتقة الثانية، وهاي الطريقة تكتب أو بهاي الطريقة تكتب، هاي الطريقة تكتب أو هاي الطريقة تكتب انه بالنسبة للمشتقة الثالثة. هاي في حالة الخواص، ضرب دالتين في الأولى في المشتقة الثانية زائد الثانية في المشتقة الأولى. أما في حالة الكسر فهنا عندنا المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. أنا حبيت بس هاي التوضيحية لبعض الخواص الرياضيات للتأكيد. راح الشقة عندكم، راح يبقى عندكم بالنسبة للحلول. نجي نبدي هسه الحلول، هاي اليوم نزلتها، نبدي بأول homework find Laplace transform of فلان الاف تي، يعني فلان دالة اللي هو هذا الدالة المقابلك. فاحنا مجرد هاي تطبيق مباشر، ليش؟ انتبه انه جزء جزء، يعني مثلا هنا على هنا انه مجرد زائد ناقص بيناتهم. شو اتفقنا؟ اتفقنا احنا Laplace يتوزع على الجمع والطرح ولا يتوزع على الضرب والقسمة، تمام؟ فنجي اخذ لابلاس الها، هاي الاف للاس هي نفسها كنا لابلاس الاف للتي، لانه لابلاس راح يحول هاي الدالة الى دالة بدلالة اس، ويساوي لنا لابلاس المن. طبعا هذا الحل النموذجي للدالة كلها ننزلها، بعدين اطلع الثابت برا واخذ لابلاس المن للاكسبوننشال للدالة الحد هذا، وهكذا نكمل الى ما لا نهاية حسب الدالة اللي عندنا. وراها عن طريق التيبل نحول ال اي ايش قد ما اكسبوننشال 5، اذا 1 على اس ناقص اي اللي هي 5، تمام؟ وهاي نحولها بالجدول في تكعيب اللي هي 3 فكتوريال على 3 اس بلس 3 زائد 1، وهنا نفس الحالة، وهنا الجزء نفس الحالة. ورا ما حولنا كل واحد نحطها بين قوسين، نجي نبسط 4 في 1 4 على اس ناقص 5 6 في 3 فيكتوريال، 3 فيكتوريال هي 3 في 2، هذا الجزء هو 3 فيكتوريال، هذا 3 في 2 في 1 اللي قيمته ايش قد؟ 6، 6 في 6 36 على اس للاس 4 ناقص، لان هو ناقص 3 في 4 12، كملنا ال 4 تربيع 16، هنا 2 في اس على اس تربيع زائد 4،
تمام شباب، هاي خلصنا بالنسبة الأول. نجي للثاني، شطيتكم تذكم دالة هنا عندك، افرض عندك دالة هي ماينس كوساين تي. اوكي، شري داني اريد لابلاس المن المشتقة الاولى، لابلاس المشتقة الثانية، لابلاس المشتقة الثالثة. اول ما نجي نكتب القوانين مال المشتقة الاولى، المشتقة الثانية، المشتقة الثالثة. تمام، المشتقة الاولى هي اس، نبديها وهنا نبدي باس تربيع وهنا نبدي باس تكعيب، وبقية القانون انتم تعرفونه. اوكي، هنا اف للصفر، هنا اف للصفر وياها اس، النوب هنا اف للصفر وياها اس تربيع. تمام، انتبهوا، هنا مشتقة اف للصفر، هنا مشتقة اف للصفر، هنا مشتقة ثانية للصفر. انا بكل الدوال ذني بكل المتطلبات الثلاثة احتاج الاف للاس. اجي اف للاس هي لابلاس للاف للتي، اللي هي لابلاس للسالب كوساين، واللي هي ماينس اس على اس تربيع زائد واحد. هذا الاف اس هو ناظم المربع. ثاني شيء اشوف المتطلبات الاخرى. اول شيء مطلوب مني اف للصفر، مطلوب مني اف للصفر بس المشتقة، مطلوب مني يمي اف للصفر المشتقة الثاني. تمام، بسيطة جدا انه ننتبه ان عندنا هاي الدالة اف للصفر، مجرد نعوض صفر بدل التي، بدل مو اف للتي هنا اف للصفر، عوضنا صفر. كوساين الصفر شقد؟ كوساين الصفر واحد. هنا شقد؟ نحط السالب. ليش؟ ما له علاقة، لأنه هذا الجزء هو يساوي له واحد، والإشارة موجودة. إذا راح تصير أفل الصفر هي واحد، حوطتها ضمن المربع. أجي شو أسوي؟ آخذ الدالة، آخذ الدالة اللي عندي اللي أنا من البداية كتبت لكم إياها. أجي شو أسوي؟ أشتقها. تمام؟ مشتقة في الكوساين سالب ساين، سالب ويا سالب الطير اللي هي أصلا موجودة، فشي يصير ساين. ساين الصفر شنو؟ صفر. إذا اف للصفر هو شنو؟ مش اف للصفر المشتقة الأولى هو صفر. المشتقة الثانية رأس المجرد إنه هذا قد المشتقة الأولى ساين التي، المشتقة الثانية شو تصير؟ رأس الكوساين، كوساين الصفر شقد؟ واحد. إذا المشتقة الثانية هي المشتقة الثانية للصفر هي واحد. ورا شو أسوي؟ أعوض وأطلع معادلة أولى لهذا المطلب الأول، وأعوض في معادلة اثنين، وعوض وطلع المطلب الثاني، وعوض في معادلة ثلاثة، وطلع المطلب الثالث اللي هنا يا حنا اللي هي هاي بالبداية اللي حددناها على هالقوانين. فشنو المجهول بهن؟ كان هذا جزء وهذا جزء، يعني طلعنا احنا هذا الجزء وطلعنا هذا الجزء وهذا الجزئية وهاي الجزئية طلعت. اذا بقي تطبيق للقوانين الثلاثة. هذا السؤال الثاني. ارجع لكم للسؤال الثالث، مجرد انه الشفتنج. ليش شو عرفت الشفتنج؟ لان عندي هاي دالة حوضتها اول شيء، طلع الدالة على صفحة وطلع الاي، الاي اخذ بشارتج قد الاي ماينص اثنين. تمام شباب، ماينص اثنين. اذا شنو هو؟ اول شيء طلع اف للاس، طبعا لابلاس للاف للتي وهكذا مفهومة. بعدين طلع اف المن للاس ناقص اي اللي هي ثلاثة على بدال كل هذا الاس راح نعوض اس ناقص ناقص. ليش؟ ناقص اثنين لانه الاي هو شقد؟ ناقص اثنين. فانتبهوا على هاي الجزئية، اف للاس ناقص اي اذا يساوي لنا هذا الجزء. هذا انتهى السؤال، تطبيق مباشر جدا. اللي بعده نفس الحالة، يعني اللي بعده طلعنا الاي على صفحة، طلعنا الدالة على صفحة، طبقنا هنا، طبقنا بهذا الجزئية انه طلعنا اف للاس، وراها بدال كل اس نحط، بدال كل اس نحط اس ناقص اي. الاي هو هذا الجزء اللي هو اي يساوي لنا 4 اللي هو هذا الجزء. تمام شباب، واضح هذا الجزء. انتبهوا للسؤال الخامس، ايضا نفس الحالة انه اكسبوننشال للثلاثة تي وتي تربيع. اكو واحد راح يقول لي انا زين هذا السؤال ممكن احله بالتي اس ان. اقول ما عندي مشكلة، حله بطريقة التي اس ان، بس انتبه ممكن تكون الشفتنج مالتيبيكيشن بالاكسبوننشال يكون افضل، يعني ابسط نسبة المضروب بالتيرس يعني. فانت هاي الشفتنج او ذيك الشفتنج انا ما عندي مشكلة بالحالتين يعني. تمام طلاب، فهذا طلعنا الاي، طلعنا هذا الدالة هي الاف للتي، وطبقنا اول شيء سوينا طلعنا الاف للاس، خلصنا من الاف للاس، وراها طلع اف للاس ناقص اي اللي هو بدال كل اس راح اعوض اس ناقص 3 اللي هي هذا الجزء. انتبهوا عليه.
اي للاكسبوننشال للاي للتي تي لس ان، فهذا طبق هيج او طبق هيج اثنيناتين. انا بالنسبه لي ما عندي اي مشاكل وياك انه طبق هاي الحاله او طبق الحاله الثانيه، اثنيناتين شغاله عندي. شنو اللي يجي ببالك انت؟ اشتغل عليه. فالاي هو الاي اللي هو اصلا موجود هذا، فهو الاي. الاف للتي هو تي لس ان بال بال بالتيبل تي لس ان. الاف للاس مالته يعني هذا الاف للتي تي لس ان. الاف للاس مالته شنو؟ ان فكتوريال على اس ان زائد واحد. اذا بدل اس احط اس ناقص اي اللي هو هذا الجزء. تمام تمام شباب، انتبهوا عليها كل زين. السؤال السابع، ما عندنا اي مشاكل، داله متعدده الحدود مضروبه في الاكسبوننشال. تمام، يعني ممكن بالامتحان ممكن هذا اجيب لكم اياه على هذا الجزء وهذا الجزء، فممكن نطبق كل جزء واحد. تمام شباب، بس يعني هيك الشيء يعني ممكن يجيكم بالامتحان. اما البقيه تطبيق مباشر. ايش قد هذا الاي هو هذا اثنين، ايش قد الداله؟ هاي الداله ككل. تمام، اف للاس هي لابلاس اف للتي، وهكذا نطبقها طبيعي ما عندنا اي مشاكل بالموضوع. وراها ان ايش نسوي؟ طلع اف للاس، ايش راح اسوي هسه؟ اوزع لابلاس. طلعت الاف للاس، وراها اطلع الاف للاس ناقص اي، واللي هي بدا كل اي اعوض شقد؟ اثنين، اس ناقص اثنين، اس ناقص اثنين، اس ناقص اثنين. اذا ايش سويت؟ طلعت اف للاس، عوضت هاي، طلعت ناقص اثنين. تمام شباب، انتبهوا هاي الفقرات كلش زين. هسه نجي للسؤال الثامن. السؤال الثامن عندك لابلاس ساين تربيع، يعني هذا شرحناه بالمحاضره، مجرد قلنا هاي متطابقه اطبقها، بعدين ايش اسوي؟ اوزع لابلاس عليها واطبق طبيعي ما عندي اي مشاكل. الكوساين كذلك نفس الشيء، فهاي السؤالين ما راح اشرحهم، انتم عندكم واضحين وحليناهن اصلا ضمن الهوم ورك، اصلا حليناهن ضمن المحاضره. فنكمل عندنا السؤال العاشر مثلا، هذا تي بس 4 والاكسبوننشال. دائما انتبهوا، اما تطبق هذا او تطبق هذا. بالنسبه لي انا دائما انصح بالشفتنج الاكسبوننشال ويا يعني لما يجي هيك حاله، ما انصح بالحاله الثانيه مال تي اس ان، لا انصح انه مضروب بالاكسبوننشال على افتراض انه اسهل ابسط للطالب، واثنينات بالنتيجه واحد ما عنده اي مشاكل وياك. تمام، فانت اي يساوينا 3 والداله ايش قد؟ تي اس 4. مجرد نطلع الاف للاس، طبعا هاي صارت روتينيه، ونطلع نعوض بدا كل اس راح نعوض اس ناقص اي، والاي هو هذا المعامل. تمام شباب، عندنا هنا ايلوس ناقص تي بالكوش 3 تي، الداله هي الكوش 3 تي، وعندنا هنا الاي هو ماينس 1. تلقائيا انه الاف للاس لا بلاس الما للاف للتي، ناخذ طبيعي نطلع الاف للاس، وبالاخير اس ناقص اي، وهكذا نفس الحل نفس الروتين نفس الترتيب. هنا أنا نفس الشيء، فهذا بعد يمكن ما عندي مشاكل. هنا أنا هذا بسيط جدا، مجرد انا وزعت لابلاس وطبقت ما عندي مشاكل. سؤال 14، هنا أنا قلنا شنو؟ مجرد اوزع لابلاس على الحدود على تي على اي للتي، الاي كونستانت طلعتها برا، وهنا أنا لابلاس البي، وهنا طبقت تطبيق مباشر ما عندي اي مشاكل. نجي هنا للتربيع، فش قلت لكم انا بالبداية؟ اذا نرجع انه انا بالهاي، انتبهوا، قلت بحالة انه الاكس زائد واي الكل تربيع، اذا ناخذ مربع الاول زائد مربع اثنين في الاول في الثاني زائد مربع الثاني، انتبه عليها ضمن الحلول النموذجية. طبعا بالمحاضرة انا حليت الحل وكملت وقلت لكم شباب غلط لا صح، الكل ما حد جاوب، فانتبهوا على هذا السؤال مهم. لانه كانت عندكم طالبه فقط كان عندها الاجابه اصلا صحيحه، وانا ما نوهت عليها اثناء المحاضره، مجرد ردتكم انه اكتشف انه هاي اساسيات القديمه مال المتوسطه عندكم كان نقطه ضعف بها، فراجعت لكم اياها بالبدايه اللي هي هاي الجزئيه، انه في حاله عندك هاي زائد هاي الكل تربيع، يعني اي جزئين اي حدين الكل تربيع، فراح اخذ الحد الاول مربع تربيع يعني زائد 2 في الاول في الثاني زائد مربع الحد الثاني. نرجع نكمل، فانا ايش سويت؟ اخذت المربع الاول اللي هو اي تربيع، وهنا ربعت الحد الثاني، وهنا 2 في الاول في الثاني،
2 في اي في بي تي. اوكي شباب، وهنا راح نقول لابلاس للاي تربيع، نوزعنا لابلاس للتي طلعنا الاي والبي كونستانت، ولابلاس للتي تربيع طلعنا البي تربيع كونستانت. مجرد هنا تطبيق مباشر للقانون للتيبل، وهنا طلعنا اف الاس للداله، مجرد تبسيط للمعادله. سؤال جدا بسيط، تي مضروب بالاي اس ماينس تي، طبعا هاي شرحناها فهمين ما عندي مشاكل انه انتم تكملوها. نجي هنا فنفس الحاله راح تكون عندك انه مربع الاول ناقص 2 في الاول في الثاني زائد مربع الثاني، تمام؟ هناك زائد هنا ناقص، فنفس الوضعية، فبسطناها بعدين نوزع لابلاس بعدين طلع النتيجة، ما عندنا مشاكل بالموضوع. هنا انتبهوا وياي، فهنا القانون انه لابلاس اليونت ستيب للاي تي فهي اكسبوننشال ماينس اي للاس على اس. هذا اوكي، هذا طلعنا على الصفحة. قلنا في حال جتك الدالة بهالصيغة، أول شغلة انه تحولها. شلون احولها؟ هذا الجزء في الفرق بين هذا الى هذا، هذا الفترة، فهي صفر مضروب في يو للصفر ناقص يو للاثنين زائد 4 مضروب في يو للاثنين. ليش؟ لانه الكل انه دي يقول لك اي قيمة اي تي اكبر من الاثنين فقيمته 4. طبعا هنا موضحة بالرسم، انتبهوا شباب، هذا الجزء انا موضحة بالرسم، رسم هيش تقريبي يعني توضيحي، انه صفر عندما يكون يعني هنا دالة صفر هاي قيمتها صفر، عندما يكون الفترة من صفر إلى اثنين هاي من صفر إلى اثنين فهي صفر، أما من الاثنين تي كلها قيمتها شقد؟ اللي أكبر من الاثنين فهي قيمتها 4، فهاي أيضا انتبه عليه. مجرد إنه هذا ويا هذا صفر فانضرب هذا الجزء راح كليته، بقى 4 في اليونت 2، 4 في اليونت 2، إذا 4 لابلاس اليونت 2 للتي تصير 4 في اي بلس ناقص 2 اس على اس، وبالتالي 4 اي ناقص 2 اس على اس. سؤال بسيط جدا ما بي اي اشكاليات. نجي هنا مجرد انه عندك انت داله مضروبه في التي بلس ان، يعني هنا سينش مثلا الخمسة تي مضروب بالتي، ايش قد الان؟ 1 الاس، الاف للتي هو سينش. نتذكر انه راسا الاف للاس ناخذها نطلع الاف للتي طلعت لنا هذا الجزئيه. هسه نجي نطبق قانون، قانون التي بلس ان مضروب في الاف للتي هو ماينس ان دي اس ان دي اس للاس ان اف للاس. هاي يعني شو يقول؟ يقول يابا هي المشتقه حسب الدرجه حسب الان، بما انه الان 1 اذا ايش راح تصير؟ هي المشتقه الاولى. بما انه هذا الاس فردي 1 اذا راح يصير ناقص المشتقه الاولى، بالمشتقه الثانيه يصير موجب، بالمشتقه الثالثه ناقص، وهكذا. اوكي، اذا المطلوب انا اخذ انه هذا الجزء اشتقه مشتقه واحده، هذا الجزء اشتقه مشتقه واحده، ونبسطه الى ما نوصل الى النتيجه الاخيره، تمام؟ هذا الجزء شلون اشتقينا؟ هذا المقام في المقام تربيع، صح؟ هذا ربعناه. بعد شو حطينا؟ المقام في مشتقة البسط، البسط هو 5 مشتقته 0، إذا هذا الجزء صفر، ناقص البسط اللي هو 5 في مشتقة المقام اللي هو هذا المقام هو يصير 2s، هاي 2s، تمام؟ وراها بسطناها طلع بهالصيغة، سالب ويا السالب، لأن هي أصلاً هنا تكون عندي سالب باليمين بالمشتقة. اوكي، بعدين اصلا تبقى عندي سالب هنا، سالب والسالب يصير موجب، ونبسطها الدالة على كيف من 2 في 25 ونبسطها الى ما لا نهاية. هذا الجزء شي مثل لي كنا يابا مربع الاول 2 في الاول في الثاني زائد 2 في الاول في الثاني زائد مربع الثاني. خلصنا من هذا السؤال. عندك سؤال رقم 20، تي للاس ان تي للتربيع، تمام شباب؟ تي تربيع في الساين تربيع، اخذنا الدالة طلعناها طلعنا الاف للاس، طلع هذا الاف للاس. هسه شو نسوي؟ نطبق القانون. القانون شو يقول؟ يقول يابا اشتقوا لي المشتقه الثانيه، هذا القانون، اشتقوا لي المشتقه الثانيه لمن؟ لهاي الجزئيه. فشو اسوي؟ اجي اشتق حد حد هاي الاف للاس كتبتها، وانه اشتقيتها مشتقه اولى، وانه اشتقيتها مشتقه ثانيه، وبسطتها. انتبهوا لهذا السؤال، ورا ما وصلت وصلت الى النتيجه الاخيره.
تمام؟ سؤال 21، فهذا مجرد انه احله بالشفتنج اسهل من ما احله بالشفتنج، يعني اقصد اكسبوننشال اسهل ما احله بالتيلس ان، لانه المشتقه راح تكون ممكن تكون معقده بالنسبه للطلبه، ممكن تكون انه الشفتنج بالاكسبوننشال يكون اسهل للطلبه. اما بالنسبه لي انا باي طريقه تحل ما عندي مشاكل وياك. فايضا راسا انه سالب 4 افل التي هو هاي الداله، مجرد اخذت الداله وراها افل الاس ناقص اي هو 6 على، واكمل الى ما لا نهايه. يعني انا طلعت الافل الاس هو 6 على اس اس 4، بما انه الاي هو ماينس 4، لان 6 على اس ناقص ناقص 4 يكون اس 4. تمام شباب؟ طبعا لهنا يعني اختم عندي محاضرة اليوم، مجرد انه الفيديو اليوم مجرد توضيح لحلول الهوم وركات اللي كانت مطلوبة منكم، وهاي الحلول تعتبر النموذجية للقسمين هندسة تقنيات الاتصالات وهندسة تقنيات الحاسوب. اتمنى انكم موفقين، ولا تنسون الاشتراك بالقناة. كل التوفيق ان شاء الله.